فاز القارئ الكويتي خالد جاسم العيناتي اليوم الثلاثاء بجائزة أول الأوائل الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم البالغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري، والتي شارك فيها متسابقون من 21 دولة عربية وإسلامية. وأهدى القارئ العيناتي هذا الفوز لمقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى الحكومة والشعب الكويتي، مثمنا ما تقدمه الكويت لأبنائها من دعم وتشجيع لحفظ القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه وتحفيزهم على المشاركة في المسابقة المحلية والإقليمية والعالمية. وللمزيد بشأن فوز القارئ الكويتي خالد جاسم العيناتي بمسابقة جاسم بن ثاني الدولية لحفظ القرآن الكريم، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة القارئ خالد العيناتي. بعد التحية والتبريكات، يعني هذا الفوز الكبير، نسأل الله يعني أن يبارك لكم في هذا النجاح. حدثنا جاسم عن هذه الجائزة وأهميتها ومن رشحكم للفوز بها. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسي على قناة المجلس وعلى مشاهديها كل خير. طبعا مسابقة أول الأوائل هي مسابقة رائدة في الفكرة، تجمع جميع المتسابقين الحائزين على المركز الأول من مختلف المسابقات الدولية. الترشيح لها كان عن طريق جائزة قطر الدولية، هم الذين يختارون المتسابقين، وكانوا يعني يأخذون من كل مسابقة المتسابق الأول، يتواصلون مع المسابقات يأخذون النتائج ثم يتواصلون مع المتسابق مباشرة. طبعا هذا بعد فضل الله سبحانه وتعالى، أنا شاركت عن طريق وزارة الأوقاف الكويتية في مسابقة المملكة الأردنية الهاشمية في عام 2014، وأخذت المركز الأول في القانون الكامل مع التفسير، وهذا رشحني إلى مسابقة أول أوائل في قطر. مبارك لك من جديد القارئ الكويتي خالد جاسم العيناتي، شكرا جزيلا لك.